اليوم الثلاثاء 26 يونيو من نيويورك لترادينج سنترال، أنا لويا لاكوا. الأسهم تواجه افتتاحية ثابتة اليوم، حيث أبقت الإشارات المختلطة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستثمرين في حيرة. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في تغريدة له أن تقريرا عن صحيفة وول ستريت جورنال عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لكبح الاستثمار الصيني في شركات التكنولوجيا الأمريكية أخبارا مزيفة. ومع ذلك أضاف منوشن أن هذه القيود ستنطبق على جميع البلدان التي تحاول سرقة التكنولوجيا الخاصة بنا على حد تعبيره. في أسواق العملات اليورو أمام الدولار الأمريكي في انخفاض، حيث أن الاختراق تحت 1.17، وذلك إشارة سلبية قد فتحت مسارا إلى 1.1630، حيث تمكن الزوج من التحقق من وجود وتد متصاعد نموذج استثماري هابط يستدعي المزيد من الضعف. مواقع البيع القصيرة تحت 1.17 مع أهداف عند 1.1630 و 1.1615 في الامتداد. أما الجنيه أمام الدولار في الاتجاه المنخفض، يسود الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، دعمت الداو اليومي حول 109.35. البيتكوين أمام الدولار طالما أن 6079 هي نقطة الدعم، فيبحث عن 6580. نقطتنا المحورية تقف عند 6079. أما الذهب فهو تحت الضغط مؤشر القوة النسبية هبوطي ويدعو لمزيد من الانخفاض. مواقع البيع القصيرة تحت 1264.5 والأهداف عند 1252 و 1247 في الامتداد. أما الفضة فهي تحت الضغط. شيرين سنشوب تي في، لويا لاكوا.